بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح حاجة صغننة خالص، محاضرة بسيطة جدا، اللي هي المايلوباثي أو السباينال كورد ليجنز. المحاضرة دي صغيرة خالص، بنتكلم فيها عن السيجنال ابنورماليتيز اوف سباينال كورد. ساعتها احنا هنشك في ايه؟ اتيولوجيكال كلاسيفيكيشن لأي حاجة ممكن تأثر على السباينال كورد. طبعا احنا لسه قايلين المحاضرة اللي فاتت المالتيبل سكليروزس، النيورومايلايتس اوبتيكا، اتكلمنا عن الادم اللي هو بيكون بوست فايرال او بوست فاكسينيشن. في حاجة كمان اسمها ترانسفيرس مايلايتس، دي اهم اسباب الدي مايلينيتنج كوزس اللي بتسبب سيجنالز في السباينال كورد او ما يسمى كلينيكالي بقى مايلوباثي. التيومرز اتكلمنا عنهم قبل كده كلهم، الاستروسايتوما والابندايموما والهيمانجيوبلاستوما، واتكلمنا كل واحد فيهم بيجي شكله ازاي، والفاكوماتوزس اللي بيجي اسوشيتد معاه بيبقى شكله ايه. الفاسكولار كوزس اوف مايلوباثي اللي هي بتكون سباينال كورد انفاركشن، احيانا بيبقى بسبب اورتيك انيوريزم، احيانا بيكون بسبب سباينال ارتيريو فينوس مالفورميشن، طبعا الفاسكولايتس وكل الانفكشوس كوزز او الميتابوليك كوزز اللي بتعمل مايلوباثي. دي الاسباب الايتيولوجيكال. المحاضره النهارده هتحاول تفرق كل كوز والتاني، احنا بنفرقه ازاي بقى بالام ار اي، سيجنال بيبقى شكلها عامله ازاي. فهو في ابروتش صغير جدا وبسيط جدا علشان يحاول يقرب لنا من التشخيص، ان احنا الاول خالص بنبص على صوره ساجيتال ايمج. انا هشوف في صوره الساجيتال ايمج هل انا شايف شورت سيجمنتال انفولفمنت اوف ذا سباينال كورد ولا لونج سيجمنتال انفولفمنت اوف ذا سباينال كورد. ليه؟ لان المالتيبل سكليروزس غالبا بتيجي بتاخد اقل من 2 سيجمنتس، يعني 2 فيرتبرال سيجمنتس، حجم الباتش بيكون اقل من 2 فيرتبرال سيجمنتس. زي ما شفنا في محاضره المالتيبل سكليروزس لما جبنا حالات ام اس، لا بتكون باتش صغننه خالص. فعلى مستوى الساجيتال ايمج الباتشز بتاعت الام اس بتكون قصيره خلاص، لكن الحاجات التانيه اللي بتعمل دي مايلينيشن اهمها ترانسفيرس مايلايتس نيور مايلايتس اوبتيكا، لا الباتشز هنا بتكون لونج سيجمنتال مايلوبتي. يبقى اهم حاجه عندي في المالتيبل سكليروزس ان هي بتكون قصيره، شورت سيجمنتال انفولفمنت. لما باجي بعمل اكزيال ايمج، الصوره الاكزيال، عشان اشوف الاكستنشن from anterior to posterior from right to left، بلاقي ان الام اس بيكون غالبا فوكل، ومش اي فوكل، ده غالبا بيكون lateral او posterior، وشكله بيكون triangular، لكن احيانا بيكون anterior، احيانا بيكون diffuse. مفيش قواعد ثابتة، احنا بنتكلم على مستوى the most common. نفس الكلام transverse myelites و neuromyelites optica بيكونوا زي ما هم عكس الام اس في السجيتال ايمج، ان هم كانوا طوال مش قصيرين، فهنا برضو غالبا بيكون complete involvement او bilateral involvement، باتش كبير واحيانا بتمسك الكورد كله على مستوى الاكزيال كاتس. يبقى اذا الام اس بتكون قصيره وصغيره، الباتش قصننه صغيره خالص وحجمها قصير، يعني على الساجيتال ايمج بلاقيها قصيره وعلى الاكزيال ايمج بلاقيها فوكال صغيره دورسال او لاترال، وغالبا شكلها بيكون تريانجل، لكن ده غالبا مش شرط. الترانسفيرس مايلايتس والنيور مايلايتس اوبتيكا دول بيكونوا العكس، الباتش بتكون كبيره وكمبليت انفولفمنت، فرشه نفسها على مستوى الكورد. الاسكيميا بقى من الحاجات مثلا اللي لا غالبا لما بتيجي بسبب ارتيريال انفاركشن عشان انيوريزم بتكون جايه في الانتيريور بورت. السب اكيوت كومبايند ديجنريشن هو فيتامين بي 12 ديفيشنسي غالبا بياخد البوستيريور بورت، تمام. لكن اهم حاجتين احنا بنبدا فيهم كده في الحاله، انك تبص ساجيتال ايمج الباتش طويله
ولا قصيره. الام اس غالبا بتبقى حجمها قصير، وبعد كده على الاكسل ايمج الباتش فوكل ومكانها اكتر بيكون بوستيرير او لاترال تريانجولر ان شيب، يبقى دي برضو غالبا ام اس. دي المناظر اللي احنا بنشوفها، خلاص شكل كده كروكي الحاجات اللي احنا بنشوفها. ان احنا شايفين هنا اللي اخد كل حاجه كده وديفيوز انفولفمنت ده غالبا الترانسفيرس مايلايتس والنيومر لايتس اوبتيك. طب هل ممكن المالتيبل سكلروز يجي كده؟ اه، بس هو غالبا بيجي دورسال او لاترال وغالبا بيكون تريانجولر ان شيب. زي ما قلنا الاسكيميا غالبا بتكون انتيرير، الفيتامين بي 12 غالبا بيكون بوستيرير. في حاجه تانية بقى اسوشيتد غير كده غير اللي احنا قلناهم دول، ان احنا لما بنحقن صبغه طبعا اي حاجه بتنور بتكون مالجنسي تيومر يعني، لكن برضو ترانسفيرس مايلايتس بياخد بوست كونتراست انهانسمنت. اي حاجه بتكبر حجم الكورد، يعني بتحس ان هي عامله اكسبانشن للكورد، عامله سويلنج للكورد، فاكتر برضو بيكون الترانسفيرس مايلايتس والتيومرز هم اللي عاملين الكلام ده. فالسلايد دي خاصه بالاثنين تي اللي هم التيومرز والترانسفيرس مايلايتس، لان هم بيعملوا انهانسمنت وبيكبروا حجم الكورد. لكن الام اس ممكن برضو تعمل اكسبانشن شويه لكن مش بقوه الترانسفيرس مايلايتس والتيومرز. هنشوف صور. ادي حاله اهي داوسون فينجرز محترمه بريفنتريكولر زائد انفراتنتوريال سباينال كورد، ادي الباتش صغننه خالص. لكن هنا مثلا في اتيبيكال لوكيشن انها بوستيرير، انها المفروض تكون بوستيرير، انما دي شايفينها دي قدام انتيرير، ده مش تيبيكال لوكيشن. لكن ده مثلا تيبيكال لوكيشن، ده تيبيكال لوكيشن، تمام، ده تيبيكال لوكيشن. فزي ما قلنا ان الام اس غالبا شكلها في الاكزيال بيكون كده، ان هي بتكون دورسال لاترال تريانجولار ان شيب، غالبا شكلها في الساجيتال بيكون شورت سيجمنتال انفولفد. نفس الكلام حالة ام اس تريانجولر اهي شورت سيجمنت انفولفمنت وبوستيرير. حالة ام اس لا بدأ بقى يبقى المنظر اتيبيكال شوية. حالة ام اس تاني كذا حالة بقى لحالات ام اس، ده المنظر التيبيكال بيكون تريانجولر لاترال تريانجولر لاترال تريانجولر بوستيرير او لاترال تريانجولر بوستيرير تريانجولر لاترال، وممكن يبقى الشكل اللي اكبر شويه ده واوسع شويه ويبدا يشككك شويه في حاجه تانية، لكن هي برضو الابيسنتر بتاعها بوستيرير او لاترال. انما لما تطلع انتير كده انت تبدا تشك، لكنه لا ينفي ابدا ان ده ممكن يكون مالتيبل سكليروزس. عادي جدا مالتيبل سكليروزس ممكن يجي انتير انفولفمنت، ومش كده وبس، ده ممكن يجي بالمنظر الديفيوز ده. شايف هو احنا بنشوف لونج سيجمنتال انفولفمنت كده في الام اس؟ ما احنا قايلين اللونج سيجمنتال انفولفمنت على الساجيتال ده غالبا ترانسفيرس مايلايتس، غالبا النيومرلايتس اوبتيك. الام اس ما يجيش كده، لكن ممكن يجي كده ديفيوز انفولفمنت ديفيوز فور عادي خالص. هل الام اس بيجي انتيرير؟ اهو جه انتيرير نصيبه كده خلاص. انما احنا بنتكلم في ذا موست كومن، ان ذا موست كومن ان الام اس بيكون الباتش قصيره وصغيره، قصيره في الساجيتال اللي هي مش اخده اكتر من 2 سيجمنت، صغيره في الاكزيال انها اخده فوكال باترن تريانجولر بوستيرير اور لاترال. نيومر لايت اوبتيك ده احنا اتكلمنا عنه في المحاضره بتاعه الديمايلينيشن، وقلنا ان هو حاجه بتضرب الكورد والاوبتيك نيرف، غالبا مش بتاثر على البرين. الناس كانت بتعتبر زمان ان دي نوع من الام اس، لكن لو الانتي بودز اختلفت فقال لك لا خلاص ده كاتيجوري تاني. انما احنا في التشخيص هي ام اس لكن ما بتضربش البرين، انما في الباترن بتاعها في السباينال كورد بيكون مختلف شويه، ان الباترن بتاعها بيكون اطول واعرض وبياخد ساعات كومبليت انفولفمنت، لكن ممكن يجي بنفس منظر الام اس عادي جدا. احنا بنتكلم على ذا موست كومون برزنتيشن اللي بتساعدني مع حاجات كتيره في الحاله. الادم عادي هو حاجه قلنا قبل كده ان هي بوست فايرال بوست فاكسينيشن، لكن هي تقريبا بتبقى شبه الترانسفيرس مايلايتس، والهيستوري بتاعها هو الصراحه اللي بيفرق. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان الادم بيبقى الاكيوت ديسيمينيتنج انكفالو مايلايتس، ده بيبقى اكتر بوست فايرال بوست انفكشن، ولازم بوست فاكسينيشن، ولازم الهيستوري ده يكون واضح عشان ابدا اشك فيها. يعني
ال transverse myelitis ده focal inflammatory disorder of the spinal cord، بيعمل طبعا كل المانيفستيشنز، احيانا بيكون acute partial واحيانا بيكون acute complete transverse myelitis. يعني بيقولوا ان الاكيوت بارشال ده ان هو بيبقى شبه يعني قصير برضه وصغير شبه الام اس، وفي ناس بتعتقد ان ده اصلا ام اس، يعني هو ترانسفيرس مايلايتس بس بيديفلوب ريسك فاكتور من الام اس، فهم مش عارفين يفرقوهم قوي. انما دي الفورم الواضحه قوي اللي هي بتبقى كبيره بقى واخده كومبليت انفولفمنت، ذيس از ذا ترانسفيرس مايلايتس. شايفين المنظر؟ المنظر ده لما يجي لي صعب قوي يكون ام اس. ام اس ما تجيش كده، الام اس تيجي ترانجولر بوستيرير او لاترال خلاص اكتر يعني، لكن ممكن تيجي ام اس انتيرير، ممكن تيجي بالشكل ده ممكن، لكن المنظر الطويل اللي فارش نفسه في الاكزيال ده صعب قوي يكون ام اس. سباينال كورد تيومرز دي اتكلمنا عنها بتفاصيلها كلها خلاص، اتكلمنا الفرق بين الابيندايموما، الفرق بين الاستروسايتوما، الهيمانجيوبلاستوما، كل فيكوماتوس بيجي مع ايه، وقعدنا نغني للإبندايموما اغنية كده. ارجعوا بقى المحاضرة السباينال تيومرز، السباينال كورد تيومرز اللي انا حطيتها في محاضرات البرين تيومرز كلها، هتلاقوها موجودة وكاتبين عنها الجزء بتاعها بالتفاصيل كلها. سباينال كورد انفاركشن ده هتلاقي منظر لينير قوي، اخد الجزء القداماني ومعاه غالبا aortic aneurysm او arterial venous malformation، لكن الaortic aneurysm بنشوف كتير الحاله دي مع aortic aneurysm، بنشوفها يعني مش طبعا مش بالانسيدنس اللي بنشوف بيه حاله brain infarction يعني cerebral infarction، لكن بتتشاف. وبيبقى المنظر الاكزيال بتاعها ده اللي هو snack eye appearance ده بيبقى characteristic، لكن الحقيقه صعب اي جهاز، مش اي جهاز يبين المنظر ده، مش بنشوف، مش غالبا مش بنقدر نوصل له، انما بنوصل للمنظر. سباينال كورد انفاركشن حاجه مهمه حطوها في دماغكم، بيبقى ليها كاركترستيك انتيرير انفولفمنت، عكس بقى السب اكيوت كومبايند ديجنريشن تلاقيها ورا وماسكه الدورسال كولوم، تحس ان سناك اي ابييرنس اتقلب على ورا، اللي هو فيتامين بي 12 ديفيشنسي او سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اوف ذا كورد. الفاسكولايتس دي بقى حاجه مش sensitive، مش characteristic، لازم اشوف معاها vessel في بقى affection بالانجيوغرافي، فغالبا الحالات دي الفاسكولايتس بتتكتب ان هي demyelination، ساعات بنحط في differentiation ان هي vasculitis، لكن هي patches وبتعمل منظر الام اس بالظبط. الcompression myelopathy اشهر نوع بنشوفه في signal MRI في حالة disc prolapse، دايما بنشوف اي حالة ديسك برولابس لما نشرح الكلام ده في الماسكولو سكليتال، الحالات اللي بتيجي كل يوم دي، ان احنا بنلاقي ديسك برولابس سواء سيرفايكال او لامبر او مينلي لما بيحصل بقى سيرفايكال برولابس وبيضغط على او ثراسك طبعا وبيضغط على الكورد، دايما بنكومنت كده هل في بوني كانال ستينوزس ولا لا، ومع البوني كانال ستينوزس ساعات نشوف منظر زي ده، غالبا مش بيبقى بالاكستنشن ده كله، غالبا بيبقى حاجه صغننه كده خالص، وبتبقى عباره عن T2 هايبر انتنس سيجنال اوف ذا كورد اللي هو المنظر ده ريليتد للديسك، وبت ريفلكت ان انا عندي كومبريشن كورد مايلوبثي تمام، لكن مش شرط خالص يكون ديسك، مش شرط خالص ما يكون ديسك، كان عندي مصيبه في الفيرتبرا دي، فيرتبرا فيها مشكله وعندي هنا مشكله، مش هنتكلم بقى في تفاصيل المشاكل دي انفكشن وديسك ومش عارف ايه، لا خلينا نتكلم ان احنا عندنا مشكله ضغط وخلاص. انا عندي هنا ادي حاجه كبيره قوي الله اعلم ايه هي في الديورال سبيس وضغطه هنا، فبدات تعمل لي مانيفستيشن هنا، لكن ممكن جدا يكون ديسك زي ده بدا يضغط، يبدا يضغط على الجزء ده يقوم عامل هنا هايبر انتنس سيجنال ريليتد لهذا الديسك، فبتتسمى كومبريشن مايلوباثي، بتشوفها كتير جدا في الليست بتاعتنا في حالات السيرفايكال والدورسال سباين ام ار اي. طبعا اللامبر ام ار اي مش هشوف كورد كومبريشن لان الكورد خلاص بيكون خلص، انا بتكلم بقى على الثيكال ساك، فبنقول ان في كومبريشن على الثيكال ساك لكن مش كورد مايلوباثي، ما يتكتبش الكلام ده في اللامبر فيرتبرا تمام. زي ما قلنا هي محاضره صغننه خالص، اهم حاجه فيها بس ان احنا لما نشوف سباينال كورد سيجنال انا بفكر ازاي، بفكر ازاي على مستوى الاكزيال ايمج،
بفكر ازاي على مستوى الساجيتال ايمج، ان انا لازم يبقى في دماغي ان انا عندي كومن برزنتيشن، مش هي الوحيده لكن كومن برزنتيشن اوف ام اس اوف مالتيبل سكليروزس، انها بتكون الباتش بتاعتها قصيره وصغيره، قصيره على مستوى الساجيتال ايمج وصغيره على مستوى الاكزيال ايمج، ان هي بتكون غالبا دورسال او لاترال وتريانجولر ان شيب، شكلها مثلث لكن مش شرط خالص تيجي بالبرزنتيشن ده، ليها اتيبيكال برزنتيشنز طبعا. وده عكس بقى كل الحاجات التانيه، الترانسفيرس مايلايتس بقى والنيورمالايتس اوبتيكا والكلام ده كله، وهو ده الاساس. وبعد كده بنحقن صبغه ونشوف ايه اللي بينهانس. طبعا اهم حاجه بتنهانس هما الاثنين تي اللي هم الترانسفيرس مايلايتس والتيومرز. يبقى انا كده في ثلاثه سيكونس او ثلاث صور انا ببص عليهم، اول واحد اللي هو الساجيتال، تاني واحد اللي هو الاكزيال، واخر حاجه الانهانسمنت عشان نشوف الاثنين تي اللي في الانهانسمنت اللي هم التيومرز والترانسفيرس مايلايتس. وفي حاجات بقى خاصه معينه زي الانفاركشن اللي بيكون انتيرير، زي السب اكيوت كومباين ديجنريشن اللي بيكون بوستيرير، والكمبريشن مايلوباسي والكلام ده كله. محاضره صغننه جدا بسيطه جدا، احنا اتكلمنا عن اغلبها في محاضره السباينال كورد تيومرز، فلما تذاكروا المحاضره دي ارجعوا للسباينال كورد تيومرز عشان احنا اتكلمنا بالتفاصيل، واحنا مش جايبين السيره دي هنا. والسباينال كورد تيومرز جزء مهم جدا من شغلنا، البندايموما والاستروسايتوما والهيمانجيوبلاستوما، الثلاثه بيتشافوا. فنبقى نرجع للجزء ده. تمام يا جماعه، محاضره صغيره كده ذاكروها بسرعه، وشكرا ليكم. وتقريبا بقى المحاضره الجايه هنبقى البرين انفكشنز، ودي محاضره، او سي ان اس انفكشنز، ودي محاضره تقيله شويه وطويله شويه. تمام، هنحاول نجهزها بسرعه ان شاء الله.